المجلس الحالي بتنفيذها وعمل على تحقيقها وطالب بتنفيذها. يعني عندنا مشاريع الطرق الداخلية أول شيء، والطرق الداخلية هذه كانت على مرحلتين لم تمويلين مختلفين. التمويل الأول كان من البنك الإسلامي، والتمويل الثاني كان من وزارة المالية. مشكورين الجميعين اللي مشكورين اللي قاموا بتنفيذ هذه المشاريع، وبالفعل خدمت ناس كثير. يعني كانوا الطلاب والطالبات والناس يروحوا في يعني في الفترة الشتوية يمشوا في الواحد، والحمد لله رب العالمين، بفضل رب العالمين لما نفذت هذه المشاريع سهلت على الناس كثير. احد المشاريع اللي قامت يعني كان المجلس بالمطالب فيها وبسبب مطالب قام تنفيذها، اللي هي تطوير عندنا المدرسة بقيمة حوالي 150 أو 200 ألف دولار المدرسة الموجودة حاليا. الأهم من ذلك اللي هو برضو اللي هو عندنا الشارع الرئيسي كان بيننا وبينه بين عجو بيركوف الراعي، كان يعني حتى لا يصلح على المشي على الأقدام، والحمد لله بجوز انتم جايين شفتوا كيف تنفذ الشارع هذا على احدث الطرق العالميه. حاليا في عندنا بنفكر بنقصنا مشروع مدرسه بنات، لانه عندنا مدرسه مختلطه، وهذا يعني جادين وساعيين للمطالبه لتحقيق هذا الهدف من ناحيه البنات. يعني قاعدات بتدشر من الصف السابع، إشي بتفك المدرسة وإشي بتفك العرض الراعي، هذا بتكلل في الأهالي مبالغ كبيرة. يعني متأملين إنه تتنفذ مدرسة البنات. في عنا برضو في بدنا مطالب في منتزه، أي مطالبنا بنطالب في ملعب كرة قدم. الشارع اللي تم تزفيته مؤخرا كم سنة مش مزفت؟ الشارع له تقريبا بجوز يعني وضعه تعيس من سنة 2000، من سنة 2000 كان وضعه سيء. طيب كم في تكلفة مادية معينة للشارع كلفت؟ تكلفته تقدر يعني بحوالي 3 مليون تقريبا و150 أو 200 ألف دولار بدعم من USA. البلد هذا بدون الشارع هذا يعني مهمل وميت، ولكن الآن يعني انقلبت انعكست 180 درجة، يعني صار شارع معتبر. يعني المشاكل اللي حكيت لك عنها اللي هي يعني بالفعل مشاكل عندنا تعد المشكلة الأولى عندنا حاليا نسعى لتحقيقها، اللي هي بدنا مدرسة بنات مستقلة. احنا بتعرف المجتمعات الريفية والمجتمع الفلسطيني بصفة عامة، احنا مجتمعات محافظة والتعليم المختلط مش محبب لدينا يعني في الأوقات هذه، حيث انه في ناس زي ما اسلفنا انهم قاعدين البنات يعني بفتره معينه مختلطه الصف السادس، وبعد الصف السادس اما بتركوا المدرسه او بتنتقلوا لكفر الراعي. يعني اللي ما بقدرش لانها مكلفه، يعني العمليه من ناحيه مواصلات الظروف الاقتصادية السائدة حاليا. المدرسة عندنا من الأول الصف العاشر مختلط لغاية الصف التاسع، بعد التاسع البنات تطلعن على قرية الفراعي، مدرسة الفراعي. أحيانا بعد السادس أو السابع برضو البنات أهاليهن بطلعوهن على الفراعي، لأنه الاختلاط يعني بتاخدش البنت حقها في ممارسة الأنشطة سواء كانت رياضية أو حتى ثقافية، بتاخدش حقها كامل إلا إذا كان المجموعة كلها بنات. فنسعى احنا ان شاء الله على بناء مدرسة بنات، وسعينا من سنتين وثلاثة، وعندنا موافقة من مديرية التربية خطيا على بناء مدرسة بنات، ونسعى من الجهات المانحة ان شاء الله. ايش طاح؟ عسل. طب ليش؟ يعني كل هالعمران شايف المجلس والشوارع والطرق والبني ادمين كلها بلاش، الجهود هاي مضبوط ولا لا؟ هلا ماتوا في ناس تسعى ورا الشغل، هذا بيجي شو المشروع بيجي لحاله هو على البلد، بده مطارده بروح الناس مطارده وراه المجلس.